لقاء اليوم يأتي في سياق الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف شهر 7 من كل سنة، وأيضا في إطار تخليد ذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقاء اليوم فرصة يعني في إطار تنزيل بعض التوصيات المعتمدة في الخطة الوطنية للوقاية من اتجار البشر، خاصة على مستوى مجال التحسيس والتواصل. وقد تم خلال هذا السنة اختيار شعار الفن كقوة ناعمة للتحسيس بخطورة ظاهرة التجار بالبشر، وأيضا الدور الهام الذي يلعبه الفن يعني في إخراج كل ما هو إنساني الوجود. وكما قلت، هذه المناسبة ستكون فرصة لإتاحة المجال لفنانين ومسرحيين للإبداع في هذا المجال، من خلال يعني عرض واحد مجموعة من الروبورتاجات وأفلام قصيرة مسجلة في أفق إن شاء الله الاشتغال على واحد مسرحية سيتم عرضها على المستوى الوطني. وأيضا سيكون فرصة من خلال عرض بعض الفنانين لمجموعة من اللوحات تعبر يعني عن الموضوع ديال ضحايا التجار بالبشر من زوايا مختلفة. وكما قلت، اختيار الفن يأتي في إطار واحد توجه عالمي معتمد في مجال الوقاية من الجريمة، من خلال اعتماد واحد مجموعة من نهج قائمة على الفن، الثقافة، التعليم، الرياضة كمداخل يعني أساسية يمكن اعتمادها يعني في حل العديد من الظواهر الإجرامية، خاصة وأن الممارسة كشفت أن المقاربة الزجرية لوحدها غير كافية، يعني لابد من اعتماد نهج شامل يعتمد واحد المجموعة من المداخل والمرجعيات. وأكيد أنه التعليم والثقافة والفن والرياضة هي نهج يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد. وحنا شفنا غير في فترة ديال المونديال يعني عدد السجناء انقص بواحد 1000 سجين، يعني كان يعني واحد الجو ديال الاقتحام ديال المغاربه، ويعني واحد الفرحه وواحد كذا. اذا كما قلت، هذه النهوج هي الان تعتبر من بين المداخل الاساسيه التي يمكن من خلالها الوقايه من الجريمه، خاصه لدى فئه ديال الشباب. And I have come to Morocco to celebrate together with the Ministry of Justice and our office the International Day Against Human Trafficking. Every year on 31st July we celebrate the International Day Against Human Trafficking, and here in Morocco together with the Ministry of Justice we have organized this event to draw the attention of the public to the plight of human trafficking and especially the victims. We have to listen to the victims and we have to make sure that they get justice and that they get all the assistance that they require. I'm very happy to say that this time we were able to work with artists, and as you can see we have here an exhibition of pieces of art, because art can be a tool to reach out to the victims, to the public, and that can help to raise the awareness on that human trafficking is happening right in the middle of us.